أهلا بكم في الجزء الثاني من حوار القاهرة. لا يكاد يمر يوم في مصر إلا ويظهر ما يؤكد تدني منظومة الخدمات الصحية. وصل الأمر إلى حد طرد سيدة من المستشفى وهي تعاني ألم المخاض فوضعت مولودتها في الشارع، إلى جانب الأخطاء الطبية حتى في بعض العمليات البسيطة التي كانت سببا في وفاة العديد من المرضى. ما هي أسباب ذلك؟ هل هو غياب الضمير عند بعض المسؤولين؟ هل الأطباء مهملون في تطوير أنفسهم وأدائهم المهني؟ أين دور النقابة في ذلك؟ هل هناك نقص في الإمكانيات اللازمة والضرورية؟ وأين المخصصات المالية التي وردت في الدستور لقطاع الصحة؟ هذه هي المحاور لمناقشتنا مع ضيفينا في الاستوديو، عضو مجلس نقابة الأطباء الدكتور أحمد حسين والمتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور حسام عبد الغفار. مرحبا بضيفي الكريمين، برحب بحضراتكم. وأبدأ معك دكتور أحمد، نظمتم العديد من الإضرابات التي قلتم إنها لصالح المرضى، ما أهم ملاحظات النقابة على مستوى الخدمة المقدمة للمواطن المصري؟ يعني قد يكون ان مفيش اي عامل ايجابي او اي تطور ايجابي في المنظومه، لان احنا للاسف ما لقيناش حل للمشاكل من جذورها. كل اللي بيحصل مسكنات لا ترقى ان هي فعلا تنتج خدمه صحيه مرضي عنها من المواطن المصري. بمعنى احنا دايما في مطالبنا في الاضراب بنقول ان لاصلاح المنظومه الصحيه، وبنتكلم عن الطبيب والمريض، لان الحقيقه ما نقدرش نفصل الاثنين من بعض، هي حلقه متصله ببعضها. ان الطبيب ما لقيش امكانيات داخل المستشفى مش هيقدر يقوم بدوره، والعكس صحيح، حتى لو الطبيب خد كامل حقه واجر عادل واشتغل في عدد ساعات كافيه ان هو يدي فيها وما فيش امكانيات، مش هيقدر يقوم بدوره، والمرض المريض مش هيرضى عنه. فلازم يبقى في طبيب مؤهل، ومؤهل بكل العوامل، مؤهل علميا وقادر يعيش، يعني انه بياخد اجر عادل، ما قلناش يبقى في اعلى المنظومه مع ان ده المفترض ان هو يكون، ولكن يقدر يعيش في مستوى محترم تغنيه عن العمل الخاص بره. طيب حياتك، وفي نفس الوقت لازم يبقى في امكانيات داخل المستشفى. طيب خليني اسال الدكتور حسام عبد الغفار، وانا اسال الدكتور حسام مش كمتحدث باسم الوزاره ولكن كطبيب، ملاحظاتك كطبيب يا دكتور حسام على الخدمات الطبيه المقدمه للمواطن المصري. والحقيقه عشان اتكلم على المنظومه الصحيه بقى مش الخدمات الطبيه، لازم اتكلم على الاركان المنظومه الصحيه. اركان المنظومه الصحيه متلقي الخدمه اللي هو المواطن المصري، ومقدم الخدمه اللي هو مش الطبيب فقط ولكن الفريق الصحي اللي واحد او على ياتي على راسه الطبيب، والمنشاه الطبيه، والحقيقه حاجه رابعه الكثير بيغفلها وهي القواعد الحاكمه، قواعد المنظمه، الاطر القانونيه. فالحاصل ان احنا عندنا لفترات وعقود طويله اهملت المنظومه الصحيه من اول المواطن وسلوكياته الصحيه و الفريق الصحي وتدريبه وكفاية الحياة الكريمة له. المواطن يعني مشارك في تحمل جزء من المسؤولية، يعني أبسط الأمور. الخدمة الصحية ليس فقط أن تعالج حينما تمرض، لكن الخدمة الصحية الحقيقية وصحة المواطن هي الحق أن تعيش حياة لا تؤدي بك إلى المرض. إحنا نفتقد أبسط عادات وسلوكيات الحياة الصحية. كم واحد فينا بيعلم ابنه انه يغسل ايديه مرارا وتكرارا؟ لما بنروح لاستقبال او الطوارئ، ومن المشاكل التي يعاني منها الاطباء، ولعل الدكتور احمد يوافقني، انه بيبقى المريض معاه 15 واحد عايزين يخشوا في ذاك الوقت ويشاركوا في العلاج، وقد احيانا يشاركوا في التشخيص. فالمواطن مقدم الخدمه الصحيه، الطبيب على راس المقدمين، لكنه ليس هو فقط، في عندي التمريض، في عندي الصيدلي، في عندي الفني، المنظومة في عندي يعني مقدم الخدمة. طيب أنا بس عايز أروح للدكتور أحمد. دكتور أحمد، إيه تفسيرك لامتناع بعض الأطباء أحيانا عن تقديم الخدمة الطبية للمرضى؟ أليس الطب يعني رسالة إنسانية، يفترض في الطبيب أن يكون إنسان قبل أن يكون موظف؟ ما حدش يقدر يا أستاذ عمرو يمتنع عن تقديم الخدمة الطبية، ومفيش طبيب، ولو حصل إحنا ده مجرم،
يعني قبل ما هندخل بقى في قواعد، عندنا قواعد معاقبة في النقابة. يعني ما فيش مرضى يروحوا المستشفيات ويقولوا لهم لا لازم تدفعوا فلوس في الأول علشان لا، ما هو ده اللبس اللي بيحصل، وللأسف التعدي بيتم على الأطباء نتيجة الفهم الخاطئ لدوت، لأن هو للأسف الشديد الطبيب أو الفريق الطبي، أنا بتكلم يعني أقصد الطبيب هو الفريق الطبي، هو ممثل الحكومة أمام المواطن. أنا دلوقتي داخل المستشفى في نقص في الإمكانيات، في نقص في المستلزمات، في نقص في الأدوية، هلاقي الدكتور قدامي هو اللي همسك فيه. قصة امتناع عن تقديم الخدمة ده مستحيل ومجرم قانونا، وده احنا بنمص عليه حتى في إضراباتنا، احنا ما بنضربش عن الطوارئ والاستقبال، احنا بنقول كده بمثل للناس انه كأنه يوم جمعة، المستشفى فاتحة والأطباء والفريق الطبي بيقدم الخدمة. لكن هي العيادات الخارجية للحياة الكولد اللي هي تستنى هذه اللي بنعمل عنها الإضراب، لكن ما فيش خدمة بتقف. كون بقى ان الطبيب يطلب فلوس، الطبيب ما بيطلبش فلوس، ما بيطلبش فلوس يحطها في جيبه، ودي قواعد حاكمه زي ما بيقول الدكتور حسام، ده سيستم للمستشفى بتحطه ولايحه. احنا عندنا وقائع يا استاذ عمرو الطبيب بيتحول للتحقيق فيها لما بيطبق قرارات رئيس الوزراء اللي هو العلاج الطوارئ بمجانا، بيتحول من المستشفى للتحقيق، يا اما بيتم التعسف عنه ينقلوه مستشفى ثانيه. طيب. ينهوا انتدابه الى طيب. غيره، لكن طيب. عمره الطبيب او الطبيب ما بيطلبش اداره المستشفى اللي بتطلب فلوس. خليني اسال الدكتور حسام عن واقعه هذه الواقعه، الشريط الفيديو اللي بيصور سيده بتولد قدام المستشفى لانه المستشفى رفض تقديم العلاج لها والخدمه الطبيه لها، هل وصل الامر الى هذه الدرجه يا دكتور حسام؟ لا، هو خلينا نتكلم على الواقعه دي تحديدا وبعد كده احنا بشكل عام يعني وبعد كده نتكلم بشكل عام. الواقعه دي تحديدا هي المستشفى لم ترفض قبولها، ولكن الحقيقه انه المستشفى اخطات خطا اداري، او الاطباء اخطاوا خطا اداري في ان هم ما عملوش صحيفه دخول، واخطاوا خطا في التشخيص، ان هم تخيلوا لسبب او لاخر انه المريضه قدامها فتره قبل ان تلد. طب ده يعني جرم اكبر من الجرم الاولاني او ذنب اكبر؟ خطأ التشخيص، واحده بتقول انا هولد، لا لما ارفض فده جريمة، لكن لما أخطئ مهنيا فده خطأ، فده نقص في التدريب. بس النتيجة إيه؟ ست ولدت في الشارع. صحيح، ولهذا العقاب كان شديدا. لكن لو أنا رجعت بس مع حضرتك، لأنه هو الهدف في النهاية أن احنا نحاول نصلح المنظومة الصحية، فدعني أتكلم على خطأ، وأنا لا يعني لا أعفي الدولة من هذا الخطأ. أنا أتصور أن يكون هناك خطأ قلة في الميزانية في نهاية العام المالي. العام المالي بدأ في 1/7، الناس بتعاني من عدم وجود أدوية وعدم وجود مستلزمات من أول 2/7، مع أنه الميزانية بتبقى متوفرة. الحقيقة أنه الخطأ ده سببه خصخصة الموظف العام للعمل العام. يعني من أول العاملة اللي الدولة وفرت لها 10 كراسي عشان تشيل بيهم المريض للاستقبال، الحاصل الواقع أنه في منهم 8 بايزين وفي 2 هي محافظة عليهم، اللي بيدفع بيطلعوا، اللي بيدفعش ما بيطلعوش. بعض الفريق الطبي من التمريض أو غيره، اللي بيدفع بيطلع له مستلزمات، اللي ما بيدفعش ما بيطلعوش أدوية. بعض الأطباء الحقيقة ما بيعملش كده، ما بيمدش إيده وياخد المريض، لكنه فاتح عيادته جنب المستشفى، اللي بيعدي على العيادة بياخد الخدمة لأنه جاي من الاستشاري. أنا بقولش إن ده خطأ العامل أو طيب. الموظف، الدولة شاركت في الخطأ ده بقوة في أنها أهملت أبسط حقوقه في أن يأخذ أجر الكفاية، فاضطر لأن يفعل هذا. لكن لما تيجي تعالج لازم تعالج المنظومة ككل. نعم. طب وأنا برضو عايز أسأل في ناحية الفلوس، خلينا نقول يا دكتور أحمد 43 مليار و3 من 10 مليار جنيه قيمة مخصصات الصحة في موازنة العام المالي الحالي، ألا يكفي ذلك علشان تقدم خدمة صحية معقولة؟ نسبة كام يا استاذ عمرو من الموازنة العامة؟ حوالي 3% تقريبا. 3%؟ لا، هو اكتر شوية. أكتر هو الانفاق أكتر. على ده المبلغ ده من الميزانية. هو مقدار الانفاق العام على الصحة وكل ما يشمل الصحة. طب لما على فكرة احنا بنسمع مش بس المبلغ نفسه 43 مليار جنيه، مش كتير؟ لازم تربطها بالنسبة بتاعت الموازنة العامة.
انتباهاتك، لازم تربطها بالنسبه نسبتها دي. يمكن انا غلطان، انا حوالي احسب اصلا حوالي 5%. 5% حوالي 5% ده قيمه الانفاق على الصحه. وما المطلوب منه الصرف الصحي، منه الصرف الصحي. تمام، ايه اللي مش بس إيه الخدمه المطلوبه علشان المواطن المصري تجي له خدمه صحيه؟ انا هرد على حضرتك مقارنه بس بارقام في دول تانية. افغانستان كام النسبه؟ قارن مصر بافغانستان يعني. 8%. بوروندي 11.7%. يعني في افغانستان اكتر من مصر بالظبط. ده هو ده حضرتك، هو ده اس الموضوع. نظره الدوله للصحه ايه؟ هل ان انا بنظر ان انا بستثمر في صحه المواطن اللي هو اساس الدوله واساس الانتاج، ولا ده حاجه ركن لا؟ طب ما هو ممثل الدوله دكتور حسام، هل تنظر الدوله هذه النظره؟ انا اتفق معه ان ذلك كان قبل الدستور الجديد، ان نظره الدوله للصحه هي التي ادت الى كثير من تترجم في ارقام. لكن انا عندما وضعنا دستور 2014 ونظرت الدوله الى الصحه، قالت انه الحد الادنى من الانفاق العام هو 3% يزيد، ده معناه انه نظره الدوله الى الصحه تغيرت. ولكن لانه نحن نعاني من ضيق في الموارد نتيجه للظروف التي نعلمها جميعا، ده خلانا غير قادرين على الوصول الى 8 والتسعة والعشرة اللي نحن في طريقنا الى ان نصل اليه. هو السؤال، انت مقتنع يعني ما قبل انه ما كناش كانت الدوله مش مقتنعه، ما بعد الدوله مقتنعه وتضع القوانين والاطر الحاكمه للوصول، لكنها تسير نحو الوصول بسبب ضيق الموارد. نعم. طيب استاذ احمد، دكتور احمد كنت عايز تعلق. الاقتناع ده يمثل في نتائج وارقام قرارات، واخد بحياتك. انا ما قلتش، وده دايما معلش برضو الخلط اللي بيترد علينا، اصل احنا ما عندناش موارد. انا ما قلتش زود الموارد، انا بقول نسبه، زود نسبه. بمعنى لو موظف حضرتك اجره في الشهر او دخله في الشهر 2000 جنيه هيحط نسبه كام ان هو يعلم عياله، ونسبه كام ان هو يعالج عياله، ونسبه كام ان هو يصيف عياله؟ انهي اولويات عند الموظف؟ انا قلت نسبه، ما قلتش رقم بقى. النسبة دي تطلع 20 مليار، تطلع 50 مليار. نعم. هو ده النتيجة، هو ده المحصلة، هو ده اللي بي 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 بيوضح فكرة الدولة ايه ونتائجها ايه. طبعا النسبة دي نسبة ضئيلة جدا، 43 مليار دول لا يكفوا شيء. ونترجم ده بالأرقام ونشوف ده إحصائيات وزارة الصحة، أنا ما جبتش حاجة من عندي، ده جهاز المركزي. نعم. للإحصاء محتاجين اللي بتاخد بياناته. محتاجين كام كده يعني علشان الوقت؟ المفترض ان مصر موقعة على اتفاقية في عام اللي هي في عام 2001 انها ما يقلش الانفاق الصحي عن 15%. واخد بالك؟ المفروض احنا ما بنقولش برضو بنعجز الدولة وبنقول حالا تبقى 15%، ولكن يبقى تدريجي نوصل ل 15%. يعني لو قلنا السنة دي 120 مليار بدل 43 مليار، يعني المفترض ان ما تعليق على اتفاقية ابوجا الحقيقة. اتفاقية ابوجا ده توقيع اتفاق نوايا وخاص بالدول التي كان فيها جائحة الإيدز وغيره. احنا لو فرنسا بيصرفوا 9%، والولايات المتحدة الأمريكية بتصرف 16%، دول بريطانيا بتصرف 8.7%. فان انت تقول انه مصر تحتاج الى 15%، الحقيقة ده رقم مبالغ فيه جدا. دول ليها تنظيم، انت بتتكلم اتفاقية ابوجا للدول الافريقية. يا دكتور حسام، بوركينا فاسو اللي فيها مشاكل لسه اول امبارح دي وصلت ل 13% فيها مشاكل من الاتفاق. ايوه، انت بتتكلم على بناء منظومة صحية، انت تحتاج في المتوسط الى من 8 الى 9% من الموازنة العامة. طيب يعني بعيدا عن الموازنة اللي هي بتصرفها الدولة او بتخصصها الحكومة، في حاجة اسمها اقسام العلاج الاقتصادي في المستشفيات. هذه الاقسام بتدر يعني موارد مش بسيطة. يعني مثلا ناخذ حتى ابسط مثال، مثلا احد اصدقائي راح بابنه في مستشفى الهرم، الغرفة هناك ب 200 جنيه في اليوم. طب فين الفلوس دي بتروح فين؟ ده يرجعنا الى زي ما قلت كده الى القواعد الحاكمة. للاسف الشديد جاءت فترة من الفترات كان الوزارة حصل فيها تقسيم وقواعد غير مفهومة. يعني داخل الوزارة في حاجة اسمها هيئة التأمين الصحي، هيئة المستشفيات التعليمية، المراكز المتخصصة، المستشفيات العامة، القطاع العلاجي، وكل واحدة تسير على كأنها دولة مستقلة بنظمها بقواعدها وبأموالها. الحقيقة انه ده ينبغي ان ينتهي وان يصبح ينبغي ان ينتهي. طيب انتم في الوزارة، وزارة الصحة، يعني ماذا فعلتم لكي ينتهي؟ ماذا فعلنا؟ هناك متخصصون الآن وإحنا عادين
يقومون بإعادة دراسة كل اللوائح والقواعد المنظمة توطئة لتقديمها إلى لجنة الإصلاح التشريعي حتى يتم وضع قواعد زي باقي دول العالم، زي حتى نسير على نفس الخطى تمام التي تقدم دكتور أحمد. جيد. دكتور أحمد، بتعملوا إيه للأطباء اللي هم بتتكرر أخطائهم المهنية؟ في لجنة أداب المهنة عندنا اللي بيتقدم بشكوى في لجنة تحقيق، وإذا أثبت خطأه بيتحول لمحاكمة تأديبية، ودي من الدور اللي بيقوم به النقابة، وفي أمثلة كتير حصلت. بس عايز اقول لحضرتك حاجه، يعني برضو انت في اول الحديث طرحت مثل اللي هو بتاع كفر الدوار، وفي روايه اخرى كانت دكتوره منى لسه يوم الخميس في كفر الدوار، روايه مختلفه من الناس قد تصح او قد تخطئ، ده هيثبته التحقيق، ان كان هذه السيده بالفعل اتعامل معاها وحصل لها عملوا لها اشعه تلفزيونيه، واتضح ان حجم الطفل كبير، ما ينفعش غير ان هي تولد قيصريه، القيصريه في هذه المستشفى ثمنها 650 جنيه. في حالات من القيصريه بتبقى اختياري ما بتبقاش طارئه، لكن هذه الحاله المفروض ان هي تبقى طارئه، يعني كان المفروض المستشفى تقبلها، كان المفروض المستشفى تقبلها. الطبيب اللي هو موجود في الحقيقه كان طبيب مقيم، فما اقتنعوش بكلامه، فقال سنتعرض على الاستشاري، الاستشاري الحقيقه وده خطا، لو اثبت لو ثبت فعلا هو خطا انه مش موجود استشاري في المستشفى يقنع الناس، الطبيب عشان الست تقتنع فقال لها خلاص تروحي جامعه اسكندريه. في ناس في الباراميديكال او من يعني من غير الفريق الطبي موجود، فقالوا لها تمشي شويه يمكن طيب يحصل الولاده. فعلا حصلت الحادثه دي. طبعا حصل في طب انتوا الطبيب اللي هو المقيم اللي حضرتك بتشير اليه، لا يملك انه ياخد يعني هل عملتوا معاه تحقيق طيب انه ما عملش العمليه؟ لا، هو التحقيق انتوا كنقابه التحقيق هيتعمل، ما يملكش انه يعمل، لان لو عمل العمليه طبيب المقيم طول حسام عارف كده يتحول للتحقيق، لازم يبقى في استشاري. هي حلقه مفرغه بس في النهايه الست ولدت. احنا عايزين نصلح يا استاذ عمرو. طيب. احنا عايزين نصلح. انا قلت لحضرتك وانا مؤيد الكلام اللي بيقوله الدكتور حسام، ان في بعض من الاهمال وفي بعض من الاطباء اللي بيستغلوا المستشفيات الحكوميه لمصلحتهم الخاصه. احنا عايزين نعمل حاجه كويسه جدا، خد حضرتك انا بقول الكلام ده وقلته يمكن حضرتك مع حضرتك قبل كده. نمنع الازدواجيه العمل الخاص والعمل الحكومي. تعالى انا طبيب شغال في الحكومه، ما افتحش عياده خاصه، اشتغل في المستشفى الحكومي بس عشان نمنع الازدواجيه. إذا كان بياخد مرتب بالظبط بالظبط. طيب، ودي موضوع يمكن ممكن نخصص له حلقه، بس خليني استغل الوقت استاذ عمرو. انت مش عايزني اقول اقتراحي؟ لا، هم في جمله واحده وفي دقيقه واحده، واخد بال حضرتك؟ القضاء بيجرم فيه العمل الخاص عشان تحري العدالة، واخد بال حضرتك؟ الناس اللي في الجيش والشرطة بيجرم فيهم العمل الخاص لطبيعة المهنة. مفيش أدق وأخطر من مهنة الطب اللي بتتعامل مع روح البني آدم. اخوانا جرموا وعملوا الناس ديت، عملوا الأطباء بكادر القضاء، عملوا الأطباء بكادر الشرطة، عملوا الأطباء بكادر تمام. الجيش، وجرم لو لقيت الطبيب في المستشفى الحكومي فاتح مستشفى خاص أو عيادة خاصة حاولوا للمحاكمة. مش في كادر الاطباء طبق من دي اكذوبه. دكتور حسام بيضحك وبيبتسم. ليس كادر، وهي حوافز. طب الوقت حوافز بس الوقت. هي حوافز غير مجديه. عندك تعليق على كلامه فيما يتعلق بالعمل الخاص وتجريم العمل الخاص؟ لا، الحقيقه هو يبغي تنظيم العمل الازدواجي. تجريم الازدواجيه لكن ان يخصص العمل العام، هي دي الجريمه. انما ينبغي ان يكون هناك قواعد وضوابط واضحه للعمل. وانا بس عايز اقول حاجه، وانا استاذ جامعي. نعم. وفي زياده حقيقيه حصلت في مرتبات الاطباء والمستشفيات الجامعيه، وانا اسف ده هيزعل مني زملائي، لكن ده لم يمنع زملائنا من العمل في الخاص. نعم. فالزياده ليست هي فقط ووحدها الزياده مطلوبه، لانه احنا وصلنا طيب. اطباء وصلوا للمرحله يا استاذنا جرمهم. بص، بدايه من وزير الصحه هقول لك. طب طرح تاني سهل جدا، خلي الاطباء ياخدوا الفلوس اللي هم بياخدوها ديت دلوقتي، اللي هنختلف بقى كتيره ولا عندك قليله ولا لا يا دكتور؟ لا الحمد لله، ومش من الناس مش هتفتح يد؟ لا طيب الحمد لله، يعني هستقيل وهشتغل اي حاجه تاني. طيب اتفضل. خلي الاطباء والفريق الطبي ياخد نفس الاجر وراقبه، يعني ايه رايك؟ خليه ياخد الفلوس الكتيره القليله اللي هو بياخدها دي، اللي انا بقول دي ما تكفوش ان هو يدفع ايجار بيته، وراقبه خليه يشتغل الستين وخليه يشتغل بجد. ما هوش الرقابه دي دور وزاره الصحه؟ راقب عليا انا دكتور. انا بقول لحضرتك اهو، بدايه من وزير الصحه للغفير، عارف ان الدكتور طيب. وعارف ان الفريق الطبي ثواني يا استاذ عمرو ما بيروحش كامل الاسبوع، ليه راضي عنه؟
ليه راضي عن الرقابه؟ ليه ما يراقب؟ ليه راقب؟ راقب يا باشا، عارف ليه؟ عارف ليه؟ اكمل دي اديله ما خلاص وضح حضرتك. عارف ليه؟ عارف ليه؟ عارف ليه؟ لان في ديل غير معلن، في اتفاق غير معلن على قد فلوسهم بيشتغل. طيب لان لو راقب رقابه صارمه الناس هتطفش خلاص. والله احنا فهمناك. والله انا يعني اقول بوضوح انه كان هناك تقصير في الرقابه، ولكن يا دكتور احمد سترى بعينك قبل ان تسمع باذنك الرقابة الحقيقية من وزارة الصحة على المقصرين في عملهم العام. طيب مدام برضو بتكلم عن الرقابة، في كتير من أهالي مرضى عندهم حالات حرجة بيروحوا المستشفيات ما بيلاقوش غرف عناية مركزة بالشكل الكافي، حتى أنه الرقم اللي أنتوا عاملينه اللي هو 137 بتاع الحالات الطارئة يعني أحيانا ما بيردش. يعني لا يعني هو احيانا بيردش صعبه، لان الحقيقه انا بتصل بيهم على طول والوزير بيتصل بيهم على طول من عشان بس نتاكد من، لكن هي المشكله انه انت عندك اعداد المحتاجين اكثر من الاعداد الموجوده في وزاره الصحه، ولهذا وسعنا النطاق ودلوقتي بقينا بنشتغل حتى مع المستشفيات الجامعيه، وضمينا مجموعه من المستشفيات الجامعيه على مستوى القاهره الكبرى اوليا لدايره العنايه المركزه. او في خلال 3 سنين هنضم كل المستشفيات المملوكه للدوله سواء كانت جامعيه او غير ذلك الى منظومه رعايه الحالات الحرجه ومنظومه الطوارئ. تمام. السؤال الاخير في دقيقه دكتور احمد، اين وصل ملف التشاحن بينكم ما بين الوزاره، بين النقابه والوزاره بمناسبه الكادر اللي حضرتك اشرت لي، يعني عشرات الاضرابات والاعتصامات، هل مصر في هذه الظروف والمواطن المصري يتحمل كل ذلك؟ لا، هو ما يتحملش في الاساس استاذ عمرو ان هو يتم تقديم خدمه سيئه ليه كما الماضي. عشان كده حضرتك احنا بنطالب باصلاح المنظومه اللي هو جزء منه اصلاح الاجور. لما اتكلمنا على المنظومه ككل وامكانيات، قالوا ما لكمش دعوه انتم نقابه تكلموا عن حقوق العاملين، فبنتكلم عن حقوق العاملين. فهو يصح لانه ما يصحش انه يستمر تقديم الخدمه بهذه الصوره السيئه للمواطن في 2014 بعد ثورتين، واخد بقى حضرتك، ونقول ان هو ما يستحملش اضرابات. لا، احنا بنعمل اضرابات عشان نصلح جزء من المنظومه مهم مش هينصلح بيه الخدمه الصحيه غير بإصلاح أجور العاملين. المنظومة الصحية طبعا عايزة مش حلقة ولا اثنين ولا ثلاثة، عايزة حلقات كتير. أنا بشكركم شكرا جزيلا، للأسف وقت البرنامج انتهى. شكرا لضيفي عضو مجلس نقابة الأطباء الدكتور أحمد حسين والمتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور حسام عبد الغفار. السبت المقبل بإذن الله يتجدد موعدنا في حوار جديد من القاهرة على سكاي نيوز عربية.